السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحياتكم الاخوت داخل الوطن وخارج الوطن. كما كتشوفوا الخوت اليوم حنا كندواجوا في السوق حد المنابه الخوت باقليم الرحامنة بتاريخ الاخوان 5 مارس 2023. اللهم بارك الله يدير الخير. وتحيه كبيره خاصه للاخوان اللي كيشاهدونا وكيتبعونا، تحيه خاصه لكم الخوت. كنشكركم على التعاون ديالكم والدعم ديالكم الخوت، ومرحبا بكم الاخوان. وغتسوقوا معنا اليوم وغتشوفوا معنا الاثمنه ديال الخروف، خاص بالخروف الغليظ الخوت والبدري، هادشي اللي كاين هو هذا اليوم الحد، هادشي اللي كندير. تبارك الله، اللهم يسر الامور. والتحيه كبيره خاصه، تبارك الله، اللهم يسر، الله يدير الخير، تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير، وغنسولوا الاخوان على الثمن ديال هذا الغرم اللي جايه خارج الخوت، غنسولوا الثمن ديال الخوت، تبارك الله. هو كاين الثمن الخوت عقب زاد الثمن. وتحياتي خويا الخاصه للاخ من الاربعة الغرب، خويا كاين الثمن بزاف عقب زاد شويه الثمن، فهمتي؟ دفعنا 66 و64 و65 وما شريناش، تبارك الله. ونسولوا الاخوان على الثمن. خويا بشحال داز السادة الله يحفظك؟ 60، تبارك الله. هذه الاخوان راه داز 60000، تبارك الله، 3000 درهم. اللهم بارك الله يدير الخير. والتحية خاصة للاخوان، تبارك الله. اللهم يسر الامور. وكنشكركم على التعاون ديالكم والدعم ديالكم الخوت، اي متبع في المكان داخل الوطن وخارج الوطن، تحية كبيرة خاصة. هذه الخوت راه تباعت ب 60000، 3000 درهم. اللهم بارك الله يدير الخير. هذه راه باقي عابدريه الاخوان، تبارك الله، الله يسر، الله يحفظك خويا احمد، تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير. وتحياتي خاصه لكم الاخوان، تبارك الله، تبارك الله، اللهم يسر، الله يدير لي في الخير، تبارك الله، تبارك الله. التمن راه كاين الاخوان، تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير، وندوروا دوره في السوق ونشوفوا التمن، اللهم يسر. مبارك الاخوان، الله يدير الخير. العمي السلام عليكم، كي داير العمس بخير؟ صحيحه مزيان، كي داير ولد العم انت بخير؟ صحيحه. شحال الثمن ديال هذه؟ 52، 52 الاخوان، تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير. 2600 درهم، 2600، اللهم بارك، الله يدير الخير، اللهم يسر الامور جميع الناس، تبارك الله. شحال عندك فيهم الراس؟ 13 حبه، 13 راس الاخوان، تبارك الله، اللي كاينه. ونطلبوا الله التيسير، تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير، تبارك الله. الثمن راه كاين، الثمن جبت الوقت الاخوان على العموم على اي واحد، تبارك الله. تخلي النميره ديالك، قول اخويا. الا كان شي حبيب وبغى عندك شي سلعه اخرى ثاني مرحبا. قول. ما كاين لا عيب لا والو، تبارك الله عليك. قول لي النمره. 076 076 57 05 69. اللهم يسر الامور، الله يدير الخير، تبارك الله. نرعى سباب وركمها على الله، تبارك الله. ديما كنقولوا تحياتي لخويا عبد الحق من تاونات، تبارك الله، اللهم يسر الامور، تبارك الله. وندورش دوره في السوق ونشوفوا الثمن. خويا الله يسر، الله يجيب تيسير اخويا. سلعيدي السلام عليكم، كي داير العمس بخير؟ صحيحه مزيان، الله يبارك فيك. بغيت نسولك السلعيدي، كي جاك السوق شويه اليوم بالصراحه؟ كاين الثمن. اييه، ولكن الفكان قليل شويه، كالسب ما خارج بزاف. ها السوق بارد والثمن الثمن كاين. شحال ديتي هادي؟ 60000، تبارك الله. الخوت هذه المشتري ديالها 60000، 3000 درهم. الله يبارك، الله يدير الخير، اللهم يسر امور جميع الناس، تبارك الله. وما عطاوك فيها حتى حاجه، وباقي اش باقي تسنى؟ او 8000 وباقي قاعد تسنى. كون بحال ما كون شرينا ربعيه 3 ل 5، 8000 6000 4000 نقرا وندور. الله يعاون. صافي بغيتي الخبز تاعي اشنو؟ بغيتي خبيز؟ ها؟ ولكن شحال تمام واحد؟ 4 ايام هذيك الله يجعل البركه، 100 درهم لواحد. فاطر واكل شارب ويشري حرمل تشريها قرنفل. الله يبارك، الله يدير الخير، الله يسر الامور. اسمح لي نعمل حاجه، تبارك الله. ندوروش دوره في السوق ونشوف الثمن بالعايد، الله يسر. حنا غنضحكوا، الله يسهل، الله يجيب التيسير، الله يسهل عليك. اللهم بارك الاخوان، والله يدير الخير. وغنسولو مولا على الثمن، هادو الاخوان، تبارك الله. من عمي السلام عليكم، دير الحاج بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال الثمن ديال هادو خو؟ 76 جمله، 83 ثلاثه. الاخوان 76 جمله، وعاطينو ثلاثه فيهم 81، تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير، اللهم يسر امور جميع الناس، تبارك الله. تبارك الله، هما حوار الاخوان، تبارك الله. 76 3800 درهم، وعاطينو ثلاثة الإخوان فيهم 81 4050 درهم، تبارك الله. ثلاثة اللي عاطينو فيهم، الله يبارك، الله يدير الخير، اللهم يسر أمور جميع الناس، تبارك الله. هما حوار الإخوان، تبارك الله. والثمن راه كاين، تبارك الله، اللهم يسر.
عم الحاج الله يجيب التيسير، الله يسهل عليك خويا. بارك الاخوان والله يدير خير ونسولوا مولاهم على الثمن تاهما هادو. نعم السلام عليكم، زين عبد بخير، صحيح مزيان؟ الله يحفظك، شحال الثمن ديال هادو باش النشره الله يحفظك؟ النشره 63، النشره 63 تبارك الله الاخوان، النشره 63 3150 درهم. الله يبارك الله يدير خير تبارك الله. شتي كنتي عازل شي ثلاثه عطاوك فيهم شي حاجه؟ 74 ثلاثه يمكن منهم هذا ياك، وهذاك الاخر وهذا تبارك الله. خوت هذا عطاو فيهم 73 ثلاثه اللي كان عازل قبيله الاخوان تبارك الله. والمشتري ديالهم الاخوان الجمله الخوت راه 63 3150 درهم. الله يبارك الله يدير خير، اللهم يسر امور جميع الناس تبارك الله. كان مليح الخوت تبارك الله تبارك الله، الله يحفظك ليا، الله يعزك خويا. وضع عربي السردي السرغيني تبارك الله، الله يبارك فيك. نطلبوا الله تيسير الاخوان تبارك الله. خويا الله يسر، الله يجيب تيسير، بس عليك ادري ويش. تبارك الله، اللهم بارك الاخوان الله يدير خير. قول سولوا مولاهم شحال دادوا الخوت تبارك الله، اللهم يسر الامور الله يدير خير تبارك الله تبارك الله. شحال بادر داز شحال؟ انت شحال داب شحال داب شحال تباعت؟ 36 تبارك الله، 36 الاخوان باش تباعت 1800 درهم الاخوان تبارك الله، 13 خروب. الله يسر لك المستاج، الله يجيب تيسير، الله يسهل عليك. سير سير زوينه، عن بيت زوينه هذا، عن بيت زوينه اخويا، سير اللهم يسر. وضع عربي السردي السرغيني، سميت الصفحه؟ لا اليوتيوب ما نديرش الصفحه انا، وضع عربي السردي السرغيني باغي ندير الصفحه، غني لا اليوتيوب باغي ندير الصفحه ان شاء الله. سرد السرد الله يحفظك ليا ان شاء الله، باغي ندير الصفحه ان شاء الله في هذه الايام. سير اخو الله يسر الله يسر. 36 عرفت باش جات 1800 درهم الاخوان تبارك الله، الله يسر الله يدير لي بالخير. ندورش دوره في السوق ونشوفوا الثمن. السلام عليكم، وانت كيدير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك، الله يطول في عمرك. قبل ما نبداو السيم جيت كي جاك السوق شويه اليوم الله يحفظك، داكشي اللي كاين قول. ها اليوم السوق اشتي جاني طيح شويه، طيح شويه، ولكن بالنسبه فاش؟ واش في الخروج ولا في الثمن؟ طيح حتى في الثمن شويه، مع واحد قال لي لا الثمن كاين والخروج ما كاينش. ها اليوم طيح على ديك السيمانه، على ديك السيمانه دابا بحالاش طايح؟ يلاه ورينا انت فاش ناقصه فيا بشحال ديتي انت الغنم؟ يلاه ورينا الغنم. اسيدي دينا حنايا ب 56 و500، ديك السيمانه دينا حتى ب 58، 58 هذه ب 56 و500، هذه الاخوان المشتري ديالها 56 و500 2825 درهم تبارك الله، اللهم يسر الامور الله يدير خير. مع السلعه عيدي هو قال لي قبيله، قال لي الثمن باقي كاين والخروج تخيل. الخروج ما كاينش والخروج راه ما كاينش، الثمن راه كاين مجيد، ما تقولش الثمن ما كاينش. لا الثمن انا درت قبل مجيد درت في السوق والخروج تخيل، والثمن راه شادو بنادم راه مزاكر الثمن. والله يدير شي تاول ديال الخير، فلوس قليله، الله يدير شي تاول ديال الخير تبارك الله. المشتري الخوت راه 56 و500 2825 درهم تبارك الله. شحال من جيت شحال عندك من راس هنايا؟ 11 راس. الحبوب الديفو والو ما كاينش غرام؟ لا قول لي النمره ديالك. 06 زيد 73 زيد 88 زيد 67 زيد 95. سكنه بنقريت ارحمنا الله يسر، بغاها شي واحد يتصل بيا ويجي لي. الله يسر الامور، الله يسر عليك المجيد، كنشكرك بزاف تبارك الله. اللهم يسر الامور الله يدير خير الخوص. ندورش دوره في السوق ونشوفوا الثمن. اللهم بارك الاخوان والله يدير خير، ونطلبوا الله تيسير. هذه السلعه الخوت راه مليحه تبارك الله، عاد وتخرب وجمعه. شحال الثمن؟ 38600 38600 تبارك الله، اللهم بارك الاخوان والله يدير خير. 1930 درهم، 1930 درهم. شحال من راسيه؟ 40 خروف. 40 خروف تبارك الله، اللهم بارك الخوت مليحه تبارك الله، زينه والقرن زوين، البيت مليح، وتجي العيد ملكه هذه اللي تهلا فيها، تجي العيد ملكه تبارك الله. سيري واحد تبارك الله، الله يسر الامور الله يدير خير تبارك الله. طلبوا الله تيسير الخوت، اللهم يسر والمليح والنقاء الخوت تبارك الله. كاين الزين الاخوان تبارك الله، السلعه الخوت راه مليحه تبارك الله، اللهم بارك والله يدير خير. وراه غنشد الميره ديال الخوت اللي بغى يتصل به يعيش مع الرباح، داكشي اللي كاين كيقولوا والرزاق الله تبارك الله. المليحه الاخوان تبارك الله. وتخلي بوجه معطيني النمره ديالك. قول قول 016 38 29 47
شحال؟ 47 في الاخر. 47 في الاخر. يا الله. الله يستر بعمر. الله يسهل عليك. هذاك اخويا شحال الاخر؟ الثمن. 44 سير اخويا سير. اخويا الرداء ب 44 2200 درهم هذه اخويا. تبارك الله. ندور له ملجا قرا الاخوان تبارك الله. الله يسر الله يدير لي في الخير تبارك الله. سير سير سير. 44 2200 درهم. مرحبا ندير لك فيديو خويا. مرحبا. بلاتي يا الشاب. عارف غير ما تخاف والو تبارك الله اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله تيسير حبس تبارك الله بن عمي السلام عليكم كيداير نعس بخير صحيح مزيان الله يحفظك ليا كيفاش راك السوق شويه اليوم ديال المنابه تمام السوق راه مزيان ولكن راه الغلا راه كاين الغلا كاين لا اله الا الله هذا شي تاول شحال الثمن اللي عطوك هنا 32 و500 تبارك الله راه 32 و500 وشحال كتقول البيع انت كيقول 35 اللي بغا فيها الاخوان 1750 درهم تبارك الله واش بعتيني نطلب الله تيسير وندورو في دوره في السوق ونشوفو الثمن اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله والله لا الله يدير شتو ولد الخير تبارك الله تبارك الله دوره دوره خويا الله يسر الله يجيب تيسير الله يسر عليك ادريويش الله يحفظك اللهم بارك على الاخوان الله يدير خير ونسولو مع الثمن باش تباعت هذه بن عمي السلام عليكم بن عمي بخير شحال تباعت هذه الله يحفظك 45 45 تبارك الله الاخوان 45 2250 درهم تبارك الله اللهم يسر امور والله يدير خير تبارك الله تبارك الله الله يسر المولاه تا هو طبر الله تيسير الله يسهل عليه تبارك الله غير مراه زوينه الاخوان تبارك الله وغنم جيده تبارك الله الله يسر الله يدير لي في الخير تبارك الله ندوروش دوره في السوق ونشوفو التبان بن عمي الله يسر الله يجيب تيسير الله يحفظك والله يبارك الله يدير خير يسر العقل هذا الاخوان وغنسولو مولاه على الثمن تا هو راه قاعد الدار الاخوان غنشوفو عند السوق شويه ثقيل اليوم واخا كاين الثمن والبيع راه ما كاينش تبارك الله اللهم يسر الامور والله يدير خير تبارك الله استاذ كبير السلام عليكم كيداير نعس بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك هذه بشحال ديتها ساعتك ديتها ب66 ديتها ب66 3300 درهم شحال من راس عندك 12 راس ضروري غندور بها واحد الدوره وتجي تعطيني النمره بعتيها الله يسخر بقات عندك اللي بغى يتصل بك تبارك الله اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله تيسير مسرى الخوت راه 66 3300 درهم الاخوان تبارك الله ولكن راه غير مقرقع الخوت وراه مليحه تبارك الله اللهم يسر الامور والله يدير الخير هي 12 الحول يا الخوت تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير جميع الناس الخوت تبارك الله ونطلبوا الله التيسير كاين اللي مليح الخوت وكاين الزين تبارك الله سلعه اصليه ودوريجين السعد الكبير تاعك وعود الارض وكاين الخدام موجودين ما تخمموا والو دريويش دريويش السعد الكبير ديالنا تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله انظر بها واحد الدويره طلال فهمتيني نزوموها باش اللي بغى يشري يتنزه ومرحبا بجميع الخوت تبارك الله تبارك الله اللهم يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله نطلب الله تيسير الاخوان الله يسر الله يدير لي في الخير تبارك الله استاذ كبير خلي النمره ديالك اه قول 06 59 05 30 18 باع هنا الله يسخر بقى عنده الخوت اللي بغاه يتصل به ومرحبا بالجميع استاذ كبير الله يسر الله يجيب تيسير تبارك الله نطلبوا الله تيسير الخوت وندورش دوره في السوق ونشوفوا الثمن اللهم يسر الامور جميع الناس تبارك الله كل سنه الحليب ياك لا الحليب صاحبتني راه باقه بالتيريت تبارك الله اللهم يسر الله يبارك وندورش دوره في السوق ونشوفوا الثمن تبارك الاخوان الله يدير الخير شحال العمر الصغيرين هذو 35 1750 درهم الاخوان تبارك الله الله يسر الله يدير لي في الخير تبارك الله نطلب الله تيسير الخوت تبارك الله نطلب الله تيسير الله يسر الله يدير لي في الخير سي عبد الرزاق لا ما كان المليح ما كتمشيش تصور هو المليح هو اللي كاين راه صورنا على صاحبك تا هو كان يوضع عليهم تا هو راه مليح انا وكنديروا لخويا عثمان البارطاج الله يحفظك يا عبد الرزاق الله يحفظك يا عبد الرزاق خليت عثمان كيتقاتل اللي راه عاونته عاونتيه اللهم يسر الامور الله يدير الخير خويا تبارك الله عليك نعمس كنشكرك بزاف الله يحفظك